مشاهدينا الأوفياء، مشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كان مشاهدينا بعد الحادث السير المفجع اللي شنو نقول لكم، اللي صدمنا احنا كاملين، واللي خلى بزاف الناس يتكلموا عليه في السوشيال ميديا ويسولوا. فاليوم ولا في اللحظات تؤدى صار الجنازة على روح الشاب عبد الله اللي توفى ليلة أمس في عين الدياب بعد ما ضربات طوموبيل، واللي مولاها عديم الضمير واللي حاليا باقي هربان. طوموبيله من نوع تويرك في اللون الرمادي، صدمات عبد الله هو في طريقه للمنزل ديالهم وركب على الدراجة النارية ديالو، ضربوا وكانت هذيك هي دقته، يعني هذيك هي الضربة ديال الوفاة، صدمة الوفاة. بقى عبد الله مرمي في الشارع حتى وصلت الاسعاف، يعني للاسف لو هذاك الشيفور العديم الضمير ضرب عبد الله ونزل وعيط لومبينونس، لربما يقدر يكون يتعتق في ديك اللحظه ولا، ولكن للاسف ضربوه وهرب. يعني بقى عبد الله مرمي حتى جاوا الناس وعيطوا لومبينونس وعيطوا الاسعاف اللي تدخلوا بواحد الشكل كبير وواحد الشكل سريع، على الاقل يعشقوا عبد الله، لكن للاسف كانت الوفاه ديالو. يعني انا لله وانا اليه راجعون. حاليا عبد الله كتصلى عليه صلاه الجنازه مقبره الرحمه اللي كتشوفوا امامنا، ومن بعد غادي تدفن ان شاء الله مباشره بعد الصلاه. فانا لله وانا اليه راجعون. عائله كتعيش اجواء من الحزن، عائله كتعيش واحد فراغ كبير خلى عبد الله، لانه كما تنقولوا اخر العنقود، يعني بالدارجه كيقولوا مصران الاخر، يعني هو الوليد الصغير عندهم، يعني كيحسبوه ولدهم ماشي اخوهم. يعني الاب الاخ مسكين بكثرة الصدمه هو معنا مسكين، كيقول لك انا خويا بالليل خاطري كيما يقول لك خاطري تروع عليه، يعني بالليل حسيت بلي خويا وقعت لي شي حاجه، خويا طاري شي حاجه مشيت ليه. وللاسف جاتهم اخبار ديال الوفاه ديال خوهم الصغير عبد الله. انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر عائلته اصحابه، الله يصبرنا احنا اللي عشنا هذه المرحله هذه مع العائله ديال عبد الله. وداك الشيء اللي وصلنا من عندهم علي حسينا بانه كانه كنا كنعرفوه من زمان، لانه الطريقه باش توفى ولا العائله كيفاش بكات عليه ولا كيفاش مساكن مصدومين، صعيبه بزاف. وهاد اللحظات كتكون حساسه يعني عند العائله، فالله يصبرهم مساكين والله يرزقهم الصبر ان شاء الله باذن الله، والله يغفر ويرحم الشاب عبد الله مسكين اللي توفى بواحد الطريقه اللي بشعه صراحه. وهذا السيد اللي عديم ضمير غنسميه ضرب عبد الله وهرب، فاكيد الامن الوطني جاري على البحث عليه. يعني الامن الوطني عندنا يضرب به المثل، هادشي حاجه ما كتخفى عليه، فاكيد كيبحثوا ومسرعين من الوجهات البحث على هذا المجرم، هذا العديم الضمير اللي ضرب عبد الله ومشى. يعني ومازال رسالتي لي انك واخا تهرب، يعني ما عندك فين تمشي، طير حتى الطير غادي يجيبوك، غادي يجيبوك، ما عندك فين تمشي. يعني من الاحسن انك تسلم راسك، يعني على الاقل الضمير كيرتاح، لانك تضرب واحد الانسان وتمشي، فراه ما ضربتيش حيوان، يعني انسان هذاك، حتى حيوان خصك توقف، وانما انسان روح عندها عائله عندها مستقبل، حرمتي منها فرمشه عين، صايب الحال شويه. فالله يغفر عبد الله، الله يرحمه، والله يصبر عائلته. صارت الجنازه مشاهدينا كتقام عليه في هاد اللحظات، صعيب نعيشو هادشي مع العائله، انه محزن بزاف.
صلاه الجنازه على روح الفقيد. انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. يا ربي ترحم وتغفر لي ان شاء الله. اللهم اجعله من جنتك يا رب العالمين، والله يصبر العائله ديالو يا ربي. لونا مشاهدينا مصرينا هي البتة ديالنا. شكرا لحسن المتابعه، نلقاكم بتة اخر ان شاء الله من موضوع اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.